طيب بالنسبة للدواء اللي انتهت صلاحيته. تمام. انا خدت دواء صلاحيته منتهية. اوكي يرجع. عندنا معتقد ان الدواء بيبقى 6 شهور بعد مش تاريخ معتقد، احنا الصلاحية. سمعنا على فكرة كده، مش معتقد ولا حاجة. هنعرف. الناس كلها بتقول كده. انت بتوفر دلوقتي، مش ده موضوعنا، بس احنا يعني ممكن الدكتور يأكد على المعلومة او لا. طب هو بيبقى باظ الدواء ولا ما بيبقاش نافع مثلا او ليه تأثير؟ يعني الأدوية كتير. اللي احنا هنقوله دلوقتي تمام للمتخصصين، للناس العادية مش عارف يفرق. بعد انتهاء الصلاحية أوقات بيبقى الكونسنتريشن أو التركيز بتاع المادة الفعالة أقل بعد مدة الصلاحية، فقلت هي بتقل حاجة يعني بسيطة جدا يعني، فينفع إنها تستخدم لكذا سنة، ولكن هيبقى المادة الفعالة اللي وصلت للدم هتبقى أقل. أو إن ممكن بعد فترة التغيير الكيميائي بتاع الدواء هيتغير، التركيب الكيميائي. الشخص مش هيقدر يعرف هو الدواء ده بيحصل له كده ولا بيحصل له كده. صح. احنا عادة برضو تاني هنرجع للصيدلي عشان نقول هو الدواء ده، او ان الدواء يبقى فوتو سنسيتيف، يعني الدواء لو تعرض لضوء لفترة طويلة هيبوظ. فانا شلته، عارفين او في اوقات ادوية بيبقى موجود جوه بلستر المونيوم كده، ما كده تشيل منه تلاقي الاقراص. فمثلا ده اتخزن، سواء بقى طلع صلاحيته او ما اختلفتش، وانا رجعت للصيدلية بالشريط كده غالبا هقول لك ارميه. برضو ده برضو هو باظ. ادويه الشرب مثلا ده ليه غرض؟ طلع ليه غرض؟ انا كنت متخيل ان الشركه هي اللي يعني بتحاول تدي نفسها شكل. يعني دي ادويه كلها فوتو سنسيتيف، لو تعرضت للشمس تبوظ. طبعا جمال عشان صيدلانيه يعني صعبان عليا قوي. صعبان عليا جدا. فمهم ده ما تعرضش للشمس، يعني ما تشيلوش من الورقه وترميه. لازم يرجع تاني الورقه. ونفس الكلام برضو ادويه الشرب، ده الشرب لو لقيت الامبر لونه عنبر شويه كده غالبا برضه ده فوتو سنسيتيف، المفروض ما يتعرضش للشمس. الصلاحيه بتاعه الشرب وانس ان الغطا ابتدى يطلع عليه سكر كده، احنا دايما نشوف سكر. دي خلاص كده عارفها انت. باظت. انا محتاج احافظ انه ما يحصلش فيها الموضوع ده. الدواء يعني الادويه الشرب دي ليها صلاحيه بالتاريخ اللي مكتوب عليها ولا من تاريخ الفتح والاستخدام؟ ليها تاريخين، يعني هتلاقي جوه في الانسرت في تاريخين، في تاريخ لو العلبه ما اتفتحتش وفي تاريخ لو العلبة اتفتحت. فبعد ما اتفتحت يقول لك يستهلك في غضون أسبوعين مثلا، بعض المضادات الحيوية مثلا، أو في غضون أسبوع. القطرات نفس الكلام، القطرات عادة في خلال أسبوع، يقول لك لو فتحت القطرة هي في خلال أسبوع كده تترمي. احنا عندنا قطرات في درج التلاجة بقى لها سنة. لا عندنا بس سنين والله بتعيش معاها. شغالة. عمرها من عمري والله. بتنقط. فدي هي غالبا معظم القطرات أسبوع. فبالتالي قراية النشرة الداخلية بدل ما اقعد ابذل مجهود في ان انا اقرا الاثار الجانبية، الاهم اقرا طرق الحفظ وطرق درجة الحرارة والصلاحية بعد فتح العبوة، ده اهم. الاثار الجانبية انا بقول للناس دايما اللي هتقراها هيجي لك، لان الاثر النفسي الاثر النفسي عالي جدا في الاثار الجانبية.